بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، مشاهدينا عبر دبي ريسنج ومستمعينا عبر إذاعة أم القيوين، ينطلق الشوط الثاني، ينطلق الشوط الثاني في سباق صباح هذا اليوم، ومع شوط رئيسي للجعدان، شوط رئيسي الشوط الأول للجعدان الحجايج، وجائزة هذا الشوط خنجر، بالإضافة إلى السيارة، هناك سيارة مقدمة من سعيد بن منانة السويدي، أيضا مشكور سعيد بن منانة السويدي، بالإضافة إلى خنجر ذهبي، خنجر ذهبي. ولمن الخنجر؟ لمن الخنجر؟ أعداد قوية. وهنا أرى اللي في المركز الأول، مزاحم 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 لسعيد بن محمد بن سعيد بن محمد الحمرشي الخيالي بن حمدش الخيالي. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، إلى هناك الليزر لأحمد بن حاضر الشمري، والمركز الثالث، أرى سراب لشخبوط بن محمد الدرعي، انتقل إلى المركز الثالث. المركز الرابع أصبح من نصيب شاهين لسيف بن أحمد النيادي، والمركز الخامس أصبح من نصيب هنا اللي هو الهيوب أو الهبوب الأمين محمد، الهبوب للأمين محمد علي السوداني. هذه النتيجة، أيها الإخوة، المصرح لنا بإذاعتنا، المصرح لنا بالإذاعة، خمسة مراكز. يا سلام يا سلام يا سلام، جعدان طيور طائرة يا ابن حضيرم، طيور طائرة يا ابو سعيد، طيور طائرة أتوا من كل حد ومن كل صوب. شوط الجعدان الأول، شوط الأبكار كما شاهدنا ذهب إلى العين، إلى مدينة الخضرة والجمال، إلى مدينة الزين، إلى أحمد بن خلفان بن خصيبة الظاهري مع مياسة، حيث أن انتزعت سيف ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه، ومع السيارة الجميلة المقدمة من راشد بن سعيد بن دلاوي. نعود إلى المركز الأول، والليزر قوي خارق، الليزر خارق قوي متميز. الليزر تعود ملكية أحمد بن حاضر الشمري، ضيف عزيز، مرحبا. والمركز الثاني، هنا مزاحم لسعيد بن محمد بن حمدش الخيالي، متواجد بكل قوة. ننتقل مباشرة إلى سراب، سلالة سراب، ومتى سيتسرب سراب إلى موقعه الحقيقي وموقعه الصحيح لشخبوط بن محمد الدرعي؟ وهل هناك اللي هي المنطقة، هل القوع يطالبونك بسلام؟ ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع، هناك اللي هو شاهين لسيف بن أحمد النيادي، والمركز الخامس، أصبح من نصيب شاهين لمشاري بن علي الليامي. هذه النتيجة أيها الإخوة، هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، يا هي أسامي، هناك أسامي قوية وشعارات لم تدخل عالم الإذاعة، انتظروا المفاجآت. اللي يبغي الإذاعة يتقدم عند الخمس، ونحن فالة طيب بنذيعه وبنشجعه وبنكرره وبنقول فاز. ولكن نعود إلى المركز الأول، مزاحم غير النتيجة، انتقل إلى المركز الأول مزاحم بكل قوة، وهو يحمل رقم واحد لسعيد بن محمد بن حمدش الخيالي. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني،
نشوف اللي بالمركز الثاني. المركز الثاني هناك قوي قوي قوي، مميز مميز مميز، اللي خذ المركز الثاني في هذه اللحظات. يا سلام، هناك الفاتن، الفاتن فاتن، واول اذاعه له لاحمد بن عبد الله الرميثي. غير النتيجه، الفاتن غير، يا رحم صيحه، انتقل الى المركز الاول الفاتن بكل قوه لاحمد بن عبد الله الرميثي. المركز الثاني اصبح من نصيب مزاحم لسعيد بن محمد بن حمدش الخيالي. ننتقل الى المركز الثالث، هناك شاهين لسيف بن احمد النيادي. المركز الرابع، المركز الرابع الشامي لمحمد بن نابت بن خيله العامري. والمركز الخامس هناك، هناك الاسد لمحمد بن رويه الخيالي. يا سلام، المعركه طاحنه، ولكن هناك يا سلام يا سلام يا سلام، الفاتن، الفاتن فتن، ابى أن لا أن يسلم الخنجر، الخنجر لهل السمحة، الخنجر لهل السمحة مع الفاتن. الفاتن، الفاتن انتزع المركز الأول وانفرد انفراد كلي عن بقية المراكز. سلام لأبو ظبي، سلام، سلام للسمحة، سلام، سلام أيضا لمالك الفاتن أحمد بن عبد الله الرميثي على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز الكبير. المركز الثاني الشامي لمحمد بن نابت بن خيلة العامري. المركز الثالث ناصي لعلي بن جمي الوهيبي. المركز الرابع مزاحم لسعيد بن محمد بن حمدش الخيالي. المركز الخامس اللي وصل شاهين لسيف بن احمد النيادي. هكذا كانت النتيجه ايها الاخوه مشاهدينا الاعزاء. تهانينا تهانينا والناموس لمالك اللي هو الفاتن، الفاتن الفاتن لأحمد بن عبد الله الرميثي. وسلام، سلام لأهل السمحة، سلام، سلام لأهل الطف جميعا على هذا الفوز وعلى هذا الانتزاع القوي وعلى هذا الحضور، حضور مميز لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي. إن دل ذلك على شيء فهو يدل اهتمام أبناء الإمارات العربية المتحدة وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.